احنا عملنا تقرير النهارده عن الامتحانات وماذا حدث في امتحانات الثانويه العامه النهارده اليوم الرابع بتاعهم تقريبا، فهنشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم تاني. ما بين قلق وترقب وامل وتفاؤل بيستقبل الطلاب واولياء الامور يوما جديدا من ايام امتحانات الثانويه العامه. نزلنا نعرف ونشوف ارائهم النهارده. في الاسبوع الثاني لامتحانات الثانويه العامه بيؤدي طلاب شعبه العلوم امتحان الاحياء، وطلاب شعبه الرياضيات امتحان الاستاتيكا الرياضيات التطبيقيه، وطلاب الشعبه الادبيه امتحان الفلسفه والمنطق، مع اتخاذ كافه الاجراءات الوقائيه المتبعه. بنتعقم على البوابه وبناخد واحنا داخلين، لو مش معاك كمامه بتاخد كمامه، تاخد معقم للايد واكياس للجزمه وكده. تنظيم مظبوط، الامن كويس جدا، والتعقيمات مظبوطه. لا انا ملاحظه خالص اختلاف عن اول يوم تماما. يعني بيشوفوا درجه الحراره، اذا كنت مثلا سخنه او اي حاجه بيدوكي حاجه تهديكي عقبال الامتحان. الحراره بتاعتك زادت بينقلوكي على اقرب مستشفى من جوار المدرسه. بقى في تنظيم اكتر والدنيا بقت رايقه، والشرطه مش بتسيب حد واقف، يعني بتمشي الناس اول باول. يعني امتحان الاحياء بيتكون من 45 سؤال بيبدا من 10 صباحا ولمده 3 ساعات، وامتحان الاستاتيكا يتضمن 18 سؤال ومده الامتحان ساعتين فقط، وهي مادة مكملة للديناميكا كفرعين للرياضيات التطبيقية. أما مدة امتحان الفلسفة والمنطق فثلاث ساعات. امتحان كلها لغاية دلوقتي جاية متوسطة حلو، يعني مثلا هو بيبقى سؤال ولا اتنين اللي صعبين في الامتحان كله. الامتحان كان كويس جدا بجد، ويعني هو في مستوى الطالب المتوسط وكان سهل جدا، يعني ان شاء الله هقفله كويس الحمد لله. بس هو كان فيه أسئلة طويلة شوية على الوقت، فكانت بتاخد مساحة كبيرة قوي من الورقة. يعني الأسئلة كانت متوسطة، يعني اللي هو بنسبة مثلا فيها صعوبات بنسبة 15% اللي هو مثلا للطلبة المتفوقين، بس الامتحان عامة كان متوسط والأسئلة كانت جاية واضحة شوية. الامتحان كان سهل بصراحة، ما حسيتش إن هم حطوا أسئلة تركات أو أسئلة ممكن توقع طلاب. امتحان في مستوى الطالب المتوسط، أكيد طبعا اللي ما ذاكرش مش هيعرف يحل، دونا عن ذلك اللي ذاكر بجد واجتهد هيعرف يحل الامتحان كويس جدا، لأن الأسئلة كلها من مناطق سهلة في المنهج. إجراءات التأمين والتنظيم اللي زادت عن الأول طمنت الطلاب وأولياء الأمور، لكن يبقى التوتر الطبيعي للثانوية العامة كسنة فاصلة في حياة الطلاب. ميرت السعدني، الحياة اليوم.